أهلا وسهلا. دايما النكتة موجودة بقلبنا، إذا حدا خبرنا إياها أوقات ما منعرف نخبرها، ودايما إذا سمعناها أكثر من مرة كل مرة منتضحك. وجحي في نهار صار يضحك، قال له عشان تضحك؟ قال له أنا نكتة. قال له بس وحدك عم تضحك؟ قال له هلا عم بسمعها جديد أول مرة. إحنا فينا نركب نكتة، كل ما طلعنا بهالدنيا مش في مزحة، طلعوا بهيدك فعم بعمر بنيات. بحرب وقت بلبنان راحت كتير من البنيات بالضاحية، حطوا راجيل اثنين. قال له وين كان بالطابق بيتك؟ قال له بالطابق العاشر. وقال له أنا كان بالاثناش بهالبنية وأنا بهالبنية. حطوا راجيل وقعد. قال له الحمد لله صرنا على الأرض، ما في زوم عربش، ونرجع منبني. ما رح نتعلم حفات عراض. الأطفال بتبني بيوت من رمل، بتنهد وبتبكي، بيرجعوا بيحكوا مع بعضهم وبيعمروها، وهيك الأرض كلها. أمرني، قال له أمرني كون أمير على البصرة. قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. نحن ما بقى عنا إلا هالببو، كله صار عياري. انتبهوا، قال في وحدة مغنية عنا مشهورة ما رح نسميها، قد ما عمل عمليات تجميل وتجوزت مدري كم مرة وكان وبين وكذا، بتعرفوها كلكم. رحت لعند الطبيب قلت له شو هي القدح هون؟ قال له هيدا قدح طيزيك، قد ما شد فيها شد فيها صارت من هون عم تخرق. كلنا هيك. هلا عم يعملوا انترنت، طيزة على جنب. لخي قلت له انا كان عندي كمبيوتر، طيزة يا من ورا ما ببين الشرايين. قال لي هلا شيء جديد عم تعمل الصين، بدهم يعملوا مرب أربع بزيز، عم تزبط معهم ثلاثة هلا، بس بدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة. قلنا العرضاء البقرة أكثر والبسينة. فإذا هالكبت عم بيجي كله لأنه إحنا ما عنا علم. قال له ردع حولين، قال له شبعان من حليب أمه إذا ابن الضيعة. هلا ما بقى في ضيعة، كلنا ضايعين، وما بقى في أم وما بقى في حليب حتى عند الحيوانات. شو بدنا نعمل؟ قال بدنا ناكل بعضنا. قال لي شو بنعمل؟ ناكل حي الإنسان عم ياكل إنسان؟ نعم في كانيباليزم بياكله. راح هو بيت يتصيد. قال له ليك هيدي؟ قال له ناصحة ودبي ولبي منك شي بقى، كلها لحم وشحم. قال له هيك؟ قال له لا مش كتير منيحة. مرقت وحدة حلوة هيك، قال له اللبنانيات هيك. قال له بيي بيي بناخذها. قال له لا ولا بنقتل أمك، قال له بناكل أمك وهي بخليها لإلي للفرشة. ياخدها يا عباد، مثل الطبيب اللي قال لها للمرأة أخذها عجنب، قال لها جوزك يعني إذا بدك يعيش بدك الصبح من عبكرة تقومي الصبح أنت قبله وتحضر الترويقة وتحطي له موسيقى ناعمة وتخلي حدا يزعجه وتجيبي له هالترويقة، وبعدين تعملي له مساج لأجري ويرجع تجيبي له الأشياء اللي بحب يقراها الحلوة من شرايب أخبار مثل ما هو بحب يعني. حضري له الغداء، وبعد الغداء كمان شوفي تعملي له مغطس مي سخنه، وبعد المغطس المي سخنه اذا اصحابه اللي بيحبون اللي هيك بيجوا انت بترجعي بتحضري عشاء غير الغداء اللي عملتيه، بترجعي بتعملي له غسيل باجري ما هيك بلش الا شو لازم تعملي شو لازم تعملي. طلعت وجازه قال له شو؟ قال لي قالت له قال لي بدك تموت. مين قال لي يعني انه هي هيك؟ أنا جارتي قالت لي جوزي بغيب 11 شهر بيجي على البيت شهر. قلت لها شو بدك تعملي طولي بالك؟ قالت لي كل شهر وبيمضي. ما حدا طايق حدا بقى أبدا، كل شهر وبيروح يعني شو؟ شو بقى نعمل؟ نعم أبو العبد قال أم العبد كبروا بالعمر، نعم، وخافوا إنه هالطاقة الجنسية عندهم شو بدنا نعمل؟ راح أبو العبد شو بدي أعمل هيك؟ قال له راح أجيب لك دبور ويعقصك. وعقصته دبور وعقصته نحلة، جت هالورمة. إجا عند أم العبد بس موجوع، رجعت راحت قالت له فيك تشله هالعقصة بس تخلي الورمة لأنه موجوع، أنا بدي منه موجوع بس خلي لي هالورمة. مشان هيك بيشتروا البياجرا تبع الهند. قال له ليش ولي خيي؟ بياجرا الهند اغلى من بياجرا امريكا، هاي ب20 وهاي ب40 الهنديه. قال له يا خيي تبع امريكا البياجرا بيوقف،
بس الهندية بيضل يهز راسه.